لينا قنوع محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب. أهلا بك معنا لينا. يعني واضح بأنه ما زال هناك نوع من التفاؤل بالنسبة لمنطقة اليورو، إلى أي مدى ممكن أن يستمر وما هي العوامل التي ربما قد تدعم مزيد من المكاسب خلال هذه المرحلة؟ أهلا بك ميسا. بالفعل هناك كان ارتفاعات في أسواق الأسهم الأوروبية في هذه الفترة، يعني إذا قارناها بمؤشرات الأسواق الأسهم الأمريكية التي أنهت الجلسة أو خلال الأسبوع على تراجعات، وخاصة المؤشر وأيضا مؤشرات الأسهم الصينية كانت بالقوية، والسبب مع الأسهم التكنولوجية وخاصة لشركات العالي باي. فبالتالي هذا كانت المخاوف، شهدنا الأسهم التكنولوجية في الصين على تراجعات. الأسهم الأوروبية هناك ارتفاعات، وخاصة على أسهم قطاع السيارات. متفائلة بأن يكون هناك البيانات الاقتصادية وأيضا بيانات النمو، وخاصة يعني أن تأتي بشكل أفضل، فهناك حالة من التفاؤل تختلف عن الأسواق الأسهم الأمريكية وأسهم منطقة والأسهم الصينية. يعني الأسهم الأوروبية لم تحذو حذو الأسهم الأمريكية والأسهم الصينية في صباح هذا اليوم، وخاصة نحن شفنا كيف قرار البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بأنه سيكون هناك تباط، يعني سيستمر في سياسته التحفيزية. لا ننسى أن منطقة اليورو مرت بركود مزدوج، فبالتالي مستمرين في السياسة التحفيزية. نعم. سيكون هناك تباطؤ في حجم برنامج شراء الأصول خلال فترة الجائحة، فترة الوباء، وليس على برنامج شراء السندات. ولم يعلن البنك المركزي الأوروبي متى هذا التوقيت وما وكم، يعني ربما في الربع الثاني سيكون، لكن لم يحدد كم كمية يعني تقليص من هذا برنامج شراء الطوارئ. فاستمرار السياسة التحفيزية داعمة لأسواق الأسهم الأوروبية. دعينا نتحدث أيضا لينا عن أسعار النفط، والتي تتماسك فوق مستويات 73 دولار للبرميل بفعل التراجع في الإمدادات الأمريكية. ولكن هل هذه المستويات برأيك مستدامة، وخصوصا ما إذا خفضت بالفعل أوبيك بلس من توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل؟ نعم، أسعار النفط ارتفعت، وسببه إعصار آيتا الذي تسبب بتوقف الإنتاج ب 1.4 مليون برميل يوميا، بالرغم من عودة مصافي التكرير، لكن ما زال هناك تباطؤ في عودة الإنتاج النفطي والذي تسبب بارتفاع أسعار النفط. لا ننسى أنه نحن بالنظر إلى تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هناك انخفاض في المخزونات للأسبوع الخامس على توالي، انخفاض في المخزون الأمريكي، يعني بدون بالنسبة للمتوسط الخمس سنوات ودون 6%. فبالتالي نحن أيضا أمام رفع الإنتاج من جهة بواقع 400 ألف برميل يوميا، ولكن من جهة أخرى هناك مخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس متحور دلتا، وعدد من الإغلاقات الاقتصادية اللي عم نشهدها وخاصة في الصين. فبالتالي لم يثبت انتهاء الاتجاه الصاعد فنيا لأسعار النفط نحو الارتفاع، ولكن يعني يجب أن يعني أتوقع النطاقات اللي حنشوفها لأسعار النفط الخام الأمريكي الخفيف نحن بين 60 و 75 دولار في هذه الفترة. فاحتمال اتجاه الصاعد خلال الأسبوع هذا الأسبوع أن يستمر، وبالتالي يعني يجب يعني وأتوقع أنه ضمن النطاق المشار اللي أشرت إليه هو بين 60 و 75 دولار. وخاصة يعني خصوصا أنه التوقعات تشير أن أوبك سوف تقوم بخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2022. الاتجاهات الصاعدة تقريبا محدودة تعتبر. نعم لينا، لكن بالمقابل أسعار الذهب حتى الآن، يعني وإحنا شايفين ما زالت
الحذر الذي يسيطر على الأسواق بسبب دلتا، توقعات نمو الطلب العالمي غير واضحة بشكل كافي، معدلات التضخم العالية بالأسواق العالمية، يعني أليست هي كلها عوامل اليوم المفروض أن تحفز عملية صعود الذهب الذي ما زال دون مستوى 1800 دولار؟ يستفيد الذهب طبعا، نحن نعلم من ارتفاع التضخم ونحن لدينا أسبوع حافل من البيانات الاقتصادية المهمة، سواء بيانات التضخم في منطقة أوروبا وفي منطقة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في بريطانيا، فالترابط بين أسعار الذهب وأيضا بين التضخم هي تربطهم علاقة طردية، لكن هناك خطأ أن المتداولون يعتقدون أنه دائما ارتباط علاقة الذهب بالتضخم الحالي، علاقة الذهب مرتبطة بالتوقعات المستقبلية للتضخم، فبالتالي التوقعات المستقبلية للتضخم يعني نوعا ما هي تعتبر سلبية، لأن هناك يعني إذا نظرنا إلى بيانات التضخم المتوقع أن تتراجع من 5.4 إلى 5.3%، يعني هناك يعني ما زالت يعني في ارتفاعات وهي الأعلى يعني إذا نظرنا منذ عام 2008 لمستويات التضخم، لكن ما زال الفدرالي الأمريكي يقول بأن التضخم عابر ومؤقت. هل سننتظر في 22 من سبتمبر هو اجتماع الفدرالي الأمريكي، هل فعلا سيقوم بالبدء بتقليص برنامج شراء الأصول؟ يعني رغم لو كان مبيعات التجزئة وأيضا يعني تباطؤ في التعافي الاقتصادي العالمي، نلاحظ أنه لن يستعجل بسحب كامل إجراءاته التحفيزية، سيكون فقط تقليص بداية تقليص برنامج شراء الأصول كالبنك المركزي الأسترالي كالبنك المركزي الكندي. فالتوقعات الآن تعتبر الاتجاهات 1800 ل 1800 دولار هي مستويات نفسية مهمة جدا، فربما نشاهد هذا الأسبوع بعض الانخفاضات الهابطة لحتى اجتماع الفدرالي الأمريكي في 22 هو موعد تقليص برنامج شراء الأصول، لو تم سيكون هناك بالفعل ضغط على أسعار الذهب وسيدعم الدولار الأمريكي والعكس صحيح. شكرا لك لينا قنوع، محللة أسواق عالمية في إكويتي جروب.